عندنا كرونيك مايلويد ليوكيميا تتميز انه فيها شنو؟ انه هي انكنترول مايلويد سيل بروليفريشن، في زياده بصوره شنو كثيره، بشكل 15% من نسبه الليوكيمياز كلهم، وهي تصنف مع جروب بيسموه مايلو بروليفريتيف ديسوردر، هي مع جروب اسمه مايلو بروليفريتيف ديسوردر. بيحصل شنو العيان ده؟ العيان ده بيحصل عنده ماسيف اسبلينو ميغالي، بيجي بسبلينو ميغالي، كرايتيريا حقتهم ثابته حتى في الديفرنشال دياجنوز، ماسيف اسبلينو ميغالي بنقول شنو؟ سي ام ال مايلو بروفيت ديسوردر، ثابتين جدا عندهم شنو؟ اسبلينو ميغالي ماسيف، بتقول ماسيف 200 اذا تعدى شنو؟ الميد لاين او بيجي اكثر من 7 أو 8. طيب العيان هنا عمره بيكون من 40 لـ60، يعني هو شنو؟ إيلدرلي ميلي ميل، ميلي ميل إيلدرلي، في الأطفال ما قاعد تنشاف، رير أكثر حاجة الأطفال منه إيلدرلي حاجة شنو الأطفال. Associated with Philadelphia chromosome، دي برضو repeated in exam، Philadelphia chromosome اكتبوا بي اتش، فيلادلفيا كروموسوم، ليه سموه فيلادلفيا؟ لانه اكتشفوه في شنو؟ في فيلادلفيا. اكثر من 80% من العيانين اللي يكون عندهم فيلادلفيا كروموسوم عندهم سيميل، خلاص زي الاور روتس اللي قلنا ام ال فيلادلفيا طوال شنو؟ سي ام ال. طيب عندنا ثاني من الحاجات اللي بتكون معاهم الفيلادلفيا، لو سالوك ما هو الفيلادلفيا كروموسوم حصل شنو؟ و ترانسلوكيشن من الكروموسوم رقم 9 والكروموسوم رقم 22، 9 و22، ده لو سألت منه، لكن ما في دوري قال منه الكلام. هو حصل ترانسلوكيشن عند اللونج ارم، ذيس از شورت ارم ان لونج ارم، شورت ان لونج، حصل شنو؟ ترانسلوكيشن من الكروموسوم 9 و22 لللونج ارم، اللونج ارم، لونج ارم ده في الجينيتيك، انه اللونج ارم بتاع 9 بقت مع شنو؟ 22، سووا كروموسوم سموه شنو؟ فيلادلفيا كروموسوم، والفيلادلفيا كروموسوم طوال بيعمل لك شنو؟ سيميل. السؤال بيكون دائما في الفيلادلفيا دي، مصطلح فيلادلفيا كروموسوم طوال اختار شنو؟ سي ام ام. العيان بيجي بيه سيمتوم وساين اوف ذا كرونيك illnesses لايك ويت لوس، يكون عنده ويت لوس زي شنو؟ بتاع السرطان، بيخش في شنو؟ تايرنس، بيخش في فيفا ان فاتيك، اذا بيكون وزنه شنو؟ ناقص، بيكون عندهم فيفا فاتيك، دي كلها حياة شنو بيجوا بيها. ممكن نخش برضو في السويتنج كثير، تعرقوا كثير خالص. السيمتوم دي سببها شنو؟ سببها دائما حاجه واحده ما قاعد تنسي منها لكن عارفها، سببها التكسر بتاع شنو؟ البيورين، بيورين، بيورين ده شنو؟ ده دائما اصوصيت مع شنو؟ الجاود، بس الجاود البيورين، البيورين ده بعد ما يتكسر بيعمل ويت لوس، بيعمل فيبا، بيعمل فتيب والكلام، وهو كرونيك يعني بياخد شنو؟ زمن. طيب من ضمن الحاجات الثانية، العيانين ديل 30% منهم اي سيمتوماتيك، طيب بتعرفهم كيف؟ ديتكتد باي تشانس، بالصدفه زي يفحصوا لك تطلع عندي شنو؟ سي ام ال ويستمر على كده. كميه من الناس بعرف زول لفوا بيه السودان ده كله حايمين بيهم، اها مره عنده ملاريا، مره عنده تايفود، يمشي به هنا كذا فحصوا له الكبد كذا فحصوا له، في النهايه سافروا بول هين لقوا عندي شنو؟ سي ام ال، افتكرين عنده مره ثانيه طلع عنده سي ام ال، طبعا كتلته اصلا بيتضيع. طيب الحياه الاساسيه اللي انت ممكن تلقاها وتقول دي فيتش حقتهم شنو؟ اسبلينوميلي،
شفت الاسبرينو المجري ده؟ لو لقيته خدتها في بارة طوال. وتاني بليدين. الفيفا هاي والبليدين. ما الويت لوس وديل ممكن يكون فيه في اي حاجة صح؟ لكن الاسبرينو المجري بليدين ومعاين ده كده مع بعض خدتها في بارك. خدتها شنو؟ في بارك واطلب فحوصاتك اللازمة. الموست امبورتنت تيست اللي ممكن انت تطلبهم اللي هو شنو؟ فحوصات تطلبها. اول فحص سي بي سي عشان تستبعد شنو؟ هل في ولا ما في سي بي سي. بتلقى فيها شنو سي بي سي؟ ميبي تلقى انيميا، ثرومبوسيتوبينيا وليوكوبينيا كلها ناقصه، يسموها فان سيتوبينيا. ممكن شنو اللي كلها ناقصه. لكن بركز دائما على شنو؟ على البليتلت. بلقى شنو؟ لو بليتلت، لو بليتلت مهمه جدا. العيان ده في الغالب الوايت بلس سيل بتكون زايده وزيادتها ما زياده عاديه. انت في الاول بتفتكر انها تكون اسي بالمناسبه مثلا الاي ام ال برضه عندهم وايت بلس سيل زايده، تكون قلنا زايده اكثر من 100. العيان ده برضه عنده زايده زياده شديده اكثر من 100 و150 ذاته. اكثر من شنو؟ 100. عشان كده بنعاين دائما للبليتلت وشوف معاك الوايت بلس سيل بتكون في الغالب شنو؟ زايده زياده شديده. طيب هتعمل ثاني اسمير هتلقى فيه شنو؟ مايلويد. هتلقى مايلويد ان سيركيوليشن. تلقى مايلويد ان سيركيوليشن، مايلويد ان بريفرن، ان بريفرن سيركيوليشن. دي برضه ماشيه معاهم شديد بالمناسبه. طيب الفحوصات الثانيه ممكن شنو تكون مهمه. اخر فحص سايتوجينيك اناليسيس زي ما طلبناه كبير صح. سايتوجينيك اناليسيس باي اكزامينيشن هتلاقي شنو؟ اسبلينوميجالي ان هيباتوميجالي. برضه بتلقى هيباتوميجالي اسبلينوميجالي الاثنين بتلقى. عشان كده في الديفرنشال دياجنوز اسبلينوميجالي هيباتوميجالي خد معاك سي ام اب او تقول مايلو بروفريت شنو؟ ديسوردر. قول مايلو بروفريت ديسوردر لان بيكون عندهم بالمناسبه برضه شنو؟ الهيباتوميجالي. بيكون عندهم بروزيز. بروزيز معناها شنو؟ كدمات. ليه؟ بليدنج. لو بليتلت يكون عندهم بروزيز يعني اقل حاجه شنو؟ ممكن يكون فيها شنو؟ بليدنج. مكان سحبوا العينه بيكون فيه بليدنج كثير. مكان يتضرب بيكون فيه بليدنج بيسموها بروزيز كدمات. طيب التريتمنت بتاعهم عندنا الديفينيتيف تريتمنت از بون مارو ترانسبلانتيشن. بون مارو ترانسبلانتيشن يسافرون دول برا يقولون شنو يقول لهم وكده. لكن طبعا في ادويه بيدوا لهم زي شنو؟ برضه زي التيروسين كاينيز انهبيتر. ادويه زي التيروسين كاينيز انهبيتر ودي لمسافه شنو؟ لمسافه انجوليو. يعني التيروسين كاينيز انهبيتر بتكفي له لحد 10 سنه. في الفتره دي حاول شوف ليش بون مارو سموها التيروسين كاينيز انهبيتر. التيروسين كاينيز انهبيتر يشوفها ياخدها السايد افكت حقتها يمكن تعمل شنو؟ نوزيا وفوميتنج، تعمل ايديم وراش وهيديك وحاجات زي دي. يصبر على لحد ما يعمل شنو؟ بومارو ترانسبلانتيشن. دي الديفينيتيف طبعا تريتمنت اموره شنو هنا بتتحسن وبتطبق بالظبط. فيها مشكله؟ اذا ده اغلب الكلام. حاول شنو؟ حاول الكرونيك مايلويد لوكيميا. دي لوكيميا بتكون دائما في العضل الناس الكبار عمر 40 60 كده وانت طالع. العيان بيجي بشنو؟ وزنه ناقص، عنده حمى طوال، عنده فتيق وبيتعرق كثير. تلقى عنده اسبلينوميجالي. اسبلينوميجالي تعرف بيحسه بشنو؟ يقول لك حاسس انه بصري يعني ما مرتاح بالجهه دي كده، ما مرتاح نهائيا، حاسس انه في حاجه هنا. انت مش تعمل اكزامينيشن تلقى شنو؟ تهبش الاسبلين كده. وبالمناسبه ده يمكن يجيبوا لكم في الاكزامينيشن برضه. يعني اذا كان عنده شنو؟ جا كده في جا للعياده وطوال شنو؟ كان في امتحان بيجيبوه لانه تهمش واضح. بقى شنو؟ اسبلين واضح جدا. فوق كل الكرايتيريا بتاعت الاسبلين اللي هي شنو؟ كرايتيريا الاسبلين
اول حاجه عنده مي عنده هو دايركت تو ذا امبلايكال ان رايت اليك فوس دايركشن بتاعه. عنده ميديا نوتش موف ويز ريز باي ريجن كان نوت جو ابوف ات كان نوت باي مانوال بالبابل و ضل اون بيركشن. دي كرايتيريا اوف ذا شنو از بيلين يعني كلها بلقاها فيه العيان ده جيت فور كرايتيريا دي ديزي از بيلين. الليفر اسبان بتلقاه شنو كثير الليفر اسبان بتلقاه شنو كثير اكثر الطبيعي كم 8 صح 8 ل 12 من 8 ل 12 ليفر اسبان بتلقى بيلو ذا كوستال مارجن شنو واضحه بيكون بعدك عنده بليدنج بروز وكده بيمر طبعا شنو العيان ب الناتشورال هيستوري اوف ذا ديزيز بيمر بالكلام ده كله بعدك تحرك بالاسبلينوميجالي وهيباتوميجالي وانت محتاج شنو تدخل له العلاجات قلنا في الادويه اللي بتدى له سايدي تمشي يمشي بها حاول لحد ما شنو يعمل ترانسبلانتيشن. في عندي سؤال؟